هنا في قصر الصخيرات الأوامر كانت واضحة لتلاميذ وضباط مدرسة همامو. هادو متمردين قتلوا كل من يحاول الهرب منهم. انت إذا شتي فرقة عسكرية دخلوا أفرادها في يدهم سلاح ومتوجهين لك، شنو غدير؟ العادي أنك غادي تتوتر، غادي تهرب. داكشي اللي وقع. ضيوف الملك في عيد ميلادو 42 تخلعوا هما كيشوفوا العسكر كيحيط بهم من كل اتجاه. غريزة البقاء كتسبق كاع الغرائز، وكتسبق طبعا حتى الولاء للملك، عليها الناس رجعوا واللي قدروا هربوا نحو الشاطئ، فبدأ إطلاق النار. عدد اللي تصابوا برصاص الطائش أكثر من اللي تقتلوا عمدا. الجنود والتلاميذ اللي دخلوا من الجهتين هما معتقدين أنهم جايين يقضيوا على تمرد ضد الملك، كانوا كيطلقوا النار بكثافة، ووسط دخان الرصاص والقنابل قتلوا بعضهم البعض، وقتلوا تناس فقط لأن حظهم السيء خلاهم يتواجدوا في المكان الخطأ. كانت مجزرة كيحكيها لنا عزيز بينبين، ضابط شارك في الانقلاب، في كتابه تازمامور. جثث وجرحى وفوضى، وتا واحد ما فاهم شي حاجة إلا الكولونيل عبابو اللي كنشوفوه كيتحكم في كل شيء وكيأمر عناصره بالتقدم. كنشوفوه كيقتل الجنرال الميشي لعداوة قديمة بيناتهم، ثم هو كيفتش بين صفوف المحتجزين على خصم لدود وهو قائد الدرك الملكي الكولونيل بولحمص. كيجبروا كيأمروا بالتقدم عن صف الأسرى وكيقتلوا بدم بارد، وكيكمل وراها وهو كيتفحص الوجوه نحو محتجز آخر على الله يحاول يقنعه باش ينضم ليه، الجنرال الغرباوي قائد وحدة المدرعات اللي هي الوحدة الأكثر فتكا في الجيش المغربي ديال ديك الوقت. لكن الجنرال اللي شاف الكولونيل بولحمص كيترجع بابو باش يخليه على قيد الحياة، غادي يفضل الموت بكرامة، وغادي يكون وفاء الملك وشرفه العسكري فوق كل مساومه. عبابو غادي يسمع، لكن في اللحظه اللي غادي يصدر فيها غادي يحاول الجنرال ياخذ رشاش من عند تلميذ من الجنود باش يقتل به عبابو، لكن الكولونيل غيكون اسرع وغادي يطلق عليه النار ويرديه قتيلا كيف ما كيعاود محمد الرايس في كتابه من الصخيرات الى تازمامارت، ويكمل مذبحته حتى يبان الجنرال المذبوح مدير القصور الملكيه ومدبر الانقلاب اللي جاي من مخبأ الملك باش يعنف مولد منطقته على خروجه على الخطه اللي دارت. في كتاب صديقنا الملك ديال جيل بيرو نقدروا نتبعوا الحوار اللي دار بين الجوج، الكولونيل عبابو اللي كيتسنى الجنرال يكمل الجزء ديالو من الانقلاب ويوريه فين كاين الملك مخبع، والمذبوح الغاضب من حجم القتل والعنف، حيت كان كيعتقد ان الانقلاب غادي يكون كيف ما خطط له، نسخه من انقلاب الضباط الاحرار في مصر وفي ليبيا، غادي يتم بدون اي قطره دم وبحفظ حياه الملك مقابل تنازله على العرش. لكن ماشي داكشي اللي طرا، حيت بعد مشادات طويله غادي يوصل اثناءها طبيب الملك الدكتور بن يعيش اللي غادي ياكد لعبابو انهم اخفوا الملك في مكان سري عمره شي حد يقدروا يجبروه فيه. غادي يشك الكولونيل عبابو في استمرار الجنرال المذبوح في الولاء للانقلاب، ربما غيبان له متردد وكيلعب على الحبلين، او ربما غادي يعتقد انه ما بقاش صافي محتاج ليه، حيت رغم انه غادي يدير راسو في حل الا بصح اقتنع بكلامه وانه غادي يتبعوه كمرؤوس ليه باش يشوفوا الملك وجها لوجه، فهو غادي يوقف ويخلي الجنرال يتقدموا باش يعطيه بالظهر، وتم غادي يأمر جنوده بأنهم يطلقوا النار عليه وعلى الدكتور بن يعيش حسب رواية مجلة باي ماتش. غادي يشوف رفيقه السابق وهو كيلتقط آخر أنفاسه، ثم هو ميت ويرجع وراها يكمل شلال الدم اللي بداه في أول انقلاب في تاريخ المغرب. لا خبر على الملك، رغم البحث عليه في جميع أرجاء القصر حتى حد ما لقاه من الانقلابيين، لا هو ولا حد من المقربين ليه. صح أنهم قبضوا على الأمير مولاي عبد الله اللي كان مجروح ب4 رصاصات وكينزف بشدة، وعلى الجنرال دريس بن عمر اللي كان رئيس الأركان ومقرب بزاف للملك، وتعلى بعض الوزراء والشخصيات فحال أحرضان على الفاسيل حسن الوزاني. إلا أن الدائرة الضيقة ديال الملك فحال أفقير دليمي مولاي حفيظ كانت مختفية معاه وما بانش، عليها كانت الإشاعة اللي نشروها الجنود كتقول أن الملك إما قتل أو مصاب بجرح بالغ، لكن فحال اللي كيقول كتاب إيشيك أوغوا ديال فرانسوا بيدرون بالنسبة لعبابو المهم كان هو أن قصر الصخيرات أصبح تحت السيطرة، وحتى إذا كان الملك باقي حي مخبئ أو مجروح فمصيره في جميع الأحوال أنهم يعثروا عليه. عليها بدأت الاستعدادات للتوجه للرباط للسيطرة على مرافق الدولة الحيوية. تقسمت الوحدات إلى اثنين، اللي غادي تبقى في القصر تحوص الرهائن وتكمل البحث على الملك بقيادة أخ الكولونيل محمد اعبابو، والوحدة الأكبر بقيادة محمد اللي غتوجه للسيطرة على مقر الإذاعة لإبلاغ الشعب المغربي بالانقلاب، وعلى مقر قيادة الأركان لإصدار الأوامر لباقي الفرق العسكرية. شكون اللي غيصدر هاد الأوامر؟ عبابو رغم كلشي كيبقى غير يوتنو كولونيل وما عندوش رتبة عالية يقدر يأمر بها باقي الفرق. أنا نقول لك حيت في ديك الأثناء في حديقة القصر كان الجنرال بوكرينو حبيبي ومعاهم الجنرال أنهارش وتا الجنرال حمو أمحسون موضوعين على جنب في إحدى الشاحنات استعدادا للذهاب بهم نحو الرباط. الأربعة رفضوا عرض عبابو بالانضمام ليه في الانقلاب أو أنهم يكونوا معاه في مجلس الثورة اللي كان ناوي يديروا باش يسير شؤون البلاد بعد القضاء على الملكية. الجنرال حمو اللي هو في نفس الوقت أخ زوجة الملك الحسن الثاني غادي يكون أعنف رده وغادي يقول سجانه بالحرف وهو كيسعى الشجار أن هذا غلع بالدراري الصغار. عبابو غادي يصبر عليهم وما غاديش يصفيهم كيف دار مع البقية، ربما لأنه كان محتاجهم في مشاريع قادمة وربما لأنه كان غادي يرغمهم على المشاركة ولو بالعنف. تا واحد ما عارف، اللي عارفينه هو أنه رغم الروايات الكثيرة من أكثر من مصدر حول عدم تعاونهم مع عبابو ورفضهم الصريح للانقلاب، ورغم أن أكثر من شهادة كاينة كتقول أنه هو اللي أجبرهم يمشيو معاه نحو قيادة الأركان، الجنرالات الأربعة اللي ركبوا في الشاحنات المتوجهة نحو مقر القيادة العليا ثم الإذاعة غادي يتعدموا 3 أيام من بعد بتهمة خيانة الملك. كان عبد الحليم حافظ داير سماعات في ودنو مشغول كيسجل أغنية بمناسبة عيد الشباب ديال الملك الحسن الثاني، أغنية كيقول في مطلعها لكن اللي أقبل عليه في ديك الساعة هو عبابو. بعد وصوله للرباط وسيطرته على مقر القيادة العليا دخل عبابو جنود الإذاعة في الباب، قتلوا كاع الحرس وتخلصوا من كاع العراقيل. وملي وصلوا لفوق فزع عبد الحليم حافظ وهو كيسمع طلقات الرصاص وهو كيشوف عبابو كيتقدم نحوه. سمعوا هو كيقول له كيف ما تصروا في الروايات، ماشي انت ذاك المغني المصري المبنس اللي كيجي كل عام باش يغني للملك؟ عبد الحليم حافظ ما فهمش الجمله واسع تقدير هو كيجاوب ايوا يا فندم انا عبد الحليم حافظ والحسن الثاني صديقي. ما نعرفه بعدها أن عبد الحليم كان كيرغب وسلاح موجه ليه باش ما يذيعش بيان استيلاء العسكر على الحكم وسقوط الملكية في المغرب، وأن ملحن مغربي ضرير هو عبد السلام عامر أنقذ الموقف من اللي تطوع يتلو بيان الانقلاب بصوته. في حوالي الساعة 6 قطعت الإذاعة البث وبدأت تذيع موسيقى عسكرية، وبعدها بشوية سمع المغاربة لأول مرة وربما لآخر مرة بيان انقلاب وسقوط الملكية في المغرب، البيان رقم 1 قتل الملك عاشت الجمهورية. الجيش الثوري والشعبي يستولي على مقاليد الحكم في كل الجهات والمدن المغربية بعد ما قام بالثورة من أجل صالح الشعب المغربي، سقطت نظام الملكي. تخيل إحساس الناس اللي كيسمعوا هادشي في ديورهم، مئات الآلاف ديال المغاربة عرفوا أن النظام اللي عاشوا فيه هما وآبائهم وأجدادهم انتهى. عليها مئات المغاربة خرجوا للشوارع ابتهاجا للخبر، وماشي غير المغاربه حيت الخبر نشرته كاع وكالات الانباء في العالم باسره، والصحف اللي كانت كتطبع في ديك العشيه في انحاء العالم درجاته في الصفحه الاولى ديالها للطبعه ديال غدا، رغم ان وكاله المغرب العربي الرسميه حتى هي بثت في نفس الوقت تقريبا بيان كتقول فيه ان الملك بخير وعلى خير وانه اعطى الجنرال أفقير كاع صلاحياته المدنيه والعسكريه. لكن هذيك وكاله رسميه حتى واحد ما خداها على محمل الجد. شنو تقدر تقول من غير هذا الشيء؟ حيت حتى لو كان المغرب كيمر من زلزال هي في جميع الاحوال غتقول لنا ان كلشي مزيان، حتى واحد ما صدقها الا عبابو، ماشي حيت هو كيتيق الانباء الرسميه، لا حيت شويه ورا هذيك الخبر دخل عليه خاه محمد اعبابو اللي خلاه في قصر الصخيرات، وتما شرح له انه في حدث غير مفهوم بتاتا الملك ظهر فجاه في القصر محاط بهتاف التلاميذ الجنود اللي عاد كانوا قبيله باغيين يقتلوه، وانه حول الاحداث لصالحه فرام شتاين. قال الخاه انه جا حيت فقد السيطره وانه لو كان بقى كانوا غادي يقتلوه حتى هو، حيت حتى حد ما بقى مور ظهور الملك يسمعوا الهضره وانهم غالبا جايين وراه للرباط. محمد عبابو سمع هادشي وانتقل لمقر قياده الاركان باش ينهي كل شيء في مره واحده، لكن راك عارف ما كل ما يتمناه المرء يدركه. بعد اجتماع مختصر مع قيادة الأركان أو مجلس قيادة الثوار كيف ما سماوه، اللي مشكل من الجنرالات الأربعة حمو بوكرين حبيبي ومصطفى زائد الكولونيل الشلواطي وعبابو، مشى الانقلابيون كل واحد لمنطقته العسكرية باش يثبتوا السلطة الجديدة في الجمهورية المغربية اللي لن تدوم إلا لساعات، حيث القدر كان عنده خيار آخر للكولونيل عبابو، وهو على الباب أخبر بوجود الجنرال البوهالي اللي جا على رأس واحدة من اللواء الخفيف. احمد مرزوقي كيعاود لنا هذا المشهد في كتابه تازمامارت الزنزانه رقم 10 كيما شي مشهد في فيلم امريكي. عبابو خرج لمواجهه البوهالي متبوعا بجنوده، والجنرال واقف مسلح على مدخل عتبه القياده العليا وخلفه جنوده، هو كيغوت رمي سلاحك عبابو وخرج من هنا. عبابو كيرد بخبث، اجي معايا امون جنرال نهضر شويه، لكن البوهالي اللي حافظ خصمه كيمتنع وكيقول له استسلم للموسخ. كتقول الروايه ان الخصمين تواجهوا كما في افلام الويسترن، وجها لوجه كل واحد بسلاح، أطلقوا النار بجوج في نفس الوقت وعم الصمت. بعدها بلحظات سقطوا بجوج، قتل الجنرال البوهالي في الحال، بينما عبابو بقى مجروح بإصابة بالغة وكيحتضر. فانتفاضة مدهشة طلب من مساعده عقة أنه يطلق عليه رصاصة الرحمة، شاف فيه مساعده اللي كان عارف أن مصير قائده المجروح هو الأسر في أحسن الأحوال، وبعد تردد ونسى شنو بالك؟